خطر. أول حاجة بتيجي في بالك أول ما بتسمع كلمة أفريقيا، بس عمرك سألت نفسك هل فعلا الحقيقة كده؟ رواندا تعتبر من أأمن الدول الأفريقية اللي ممكن تزورها، ده غير كمان إن أنت تقدر تمشي في أي وقت من أوقات النهار أو الليل من غير ما حد يقدر يضايقك. وزامبيا في 2018 كانت مصنفة من أأمن 10 بلاد في العالم، بس الحاجات دي مش تعرف تشوفها في نشرات الأخبار ولا حتى على مواقع السوشيال ميديا. والفيديو ده هيكون رد على فيديو تشوح الطبل اللي كان بيقول فيه أفريقيا أخطر مما تتخيله، اللي لما شفته ترند على اليوتيوب السعودي حمسني كده واستفزني وخلاني عايز أرد على سؤال كنت بقالكوا فترة بتسألوه، هل أفريقيا أمان أن أنت تسافر فيها ولا هي أخطر مما تتخيله؟ خليني كده أعرف لكم نفسي لكل الناس اللي متعرفنيش ولكل الناس اللي أول مرة تتفرج علي. أنا محمد العفيفي 26 سنة مصري، قررت في يوم من الايام ان انا استقيل واجري ورا كل حاجه بحبها، واول حاجه جريت وراها من الحاجات الكتير اللي بحبها هو ان انا اعمل رحله بريه افريقيه، اخد كده القاره من جنوبها لشمالها. او في الحقيقه يعني ما بداتش الرحله دي لوحدي، كانت شريكتي في الرحله ديت صديقتي الالمانيه دومينيك، وبدانا الرحله ديت في شهر فبراير اللي فات، يعني من حوالي 8 شهور. يا عدى وقت كتير. يعني كانت خطتنا ان احنا نبدا من جنوب افريقيا لمصر، بس بدانا الرحله في الحقيقه يعني من زيمبابوي بسبب شويه مشاكل في الاوراق وان احنا ما قدرناش ناخد الفيزا. وكانت خطتنا ان احنا نعدي في الرحله ديت على 11 بلد افريقيه، خاصه كده في الجزء الشرقي من افريقيا، وكانت البدايه من زيمبابوي، بعد كده دخلنا على زامبيا، وبعد كده ملاوي، موزمبيق، تنزانيا، رواندا، اوغندا، بعد كده دلوقتي موجودين في كينيا، ولسه الرحله هتتكمل ونعدي فيها على اثيوبيا والسودان ومصر. وفي الحقيقه يعني قبل بدايه الرحله ديت سمعنا كلام كتير من اللي انتوا اكيد كلكم تعرفوه، اللي هو خلي بالك من نفسك، خلي بالك من اعضائك، خلي بالك من حاجاتك، السكه اللي انت رايحها ديت ملهاش رجعه، وكل الكلام ده اللي بيتمحور حوالين موضوع الامان في افريقيا، واللي في الحقيقه يعني كتير من اسئلتكم بيتمحور عليه برضو، واللي هجاوب عليه في الفيديو ده. طيب خلينا كده قبل ما نبدا نتكلم هل افريقيا امانه او لا، نتفق على حاجه، ان افريقيا ديت مش مجرد بلد، افريقيا دي تعتبر ثاني اكبر قاره في العالم، وفيها ثاني اعلى نسبه سكان في العالم، وفيها 55 بلد. يعني انا ما اقدرش اجي اقول لكم ان افريقيا امان في المطلق كده وان كلها امان، وما اقدرش اجي برضو اقول لكم ان افريقيا كلها في المطلق كلها خطر. يعني كل اللي اقدر عليه ان انا اقول لكم رايي في الموضوع ده من خلال تجربتي وخلال 8 بلاد اللي زرناهم، خاصه كمان ان احنا ما زرناش الثمان بلاد دولت لمجرد يومين والسلام، لا احنا كنا بنقعد متوسط مده كده في كل بلد من شهر لشهر ونص، ده غير كمان اسلوب سفرنا اللي بيعتمد على اقل التكاليف، يعني بيخلينا نستخدم الحاجات اللي اهل البلد بيستخدموها واللي بتخلينا نقرب من اهل البلد اكتر. وده جبنا النقطة الاهم، هي افريقيا امان ولا لا؟ والإجابة بالنسبة لي ان افريقيا طلعت امن مما انا كنت اتخيل، وده بقى لاسباب كتير جدا، لان الامان لما تيجي تحسبه من منظور واحد بيسافر زيه فبتحكمه حاجات كتير جدا، يعني زي السكن، المواصلات، الاسواق، الشوارع، المشي بالليل، المشي بالكاميرا، فيعني كل الحاجات دي لما بتحطهم مع بعض يدوك مفهوم الامان للدوله ديت، هل هي امان ولا لا؟ ولو جيت مثلا اتكلم على السكن هديكم مثال بسيط جدا من بدايه رحلتنا. احنا ابتدينا رحلتنا من زيمبابوي، وغالبا في زيمبابوي ما دفعناش مليم واحد في السكن، لاننا اعتمدنا في السكن بتاعنا على برنامج كاوتش سيرفنج وان الناس تستضيفنا في بيوتهم. وغالبا يعني كل الناس اللي استضافونا شالونا على كفوف الراحه. كانت بالنسبه لنا صدمه كبيره، يعني لاننا ما كناش متوقعين ان كاوتش سيرفنج يشتغل كويس جدا في رحلتنا ديت، وما كانش واحد من الحاجات اللي احنا كنا حاطينها في الليسته اصلا. وبرغم ان الحاله الاجتماعيه بتاعت زيمبابوي تعبانه جدا، لان ما فيش حد استغلنا اصلا، وكانت الناس كلها بتتعامل بطيبه قلب وصفاء، وكانت بدايه حلوه لرحلتنا بحيث ان احنا نفتح نفسنا كده ونتوقع الحلو اللي جاي، وزي ما توقعناه لقيناه. لو جينا مثلا نتكلم عن المواصلات احنا غالبا بنستخدم كل انواع المواصلات العامه وبس. لما بتقعد في المواصلات ما بتحسش باي نوع من انواع القلق، ما بتحسش ان في حد كده بيراقبك او حد مستني ان انت يجي عليه غفوه كده ويقلب منك حاجه والكلام ده، لا انت بتحس ان انت يعني في وسط عيلتك كده، وبتفتح كلام مع الناس، والناس بتبقى بترحب بيك وبيبقوا مستمتعين كده وبيسمعوا حكاياتك وكلام من ده، بيبقوا مبسوطين جدا ان انت جاي تزورهم. وديت من الحاجات برضو اللي كانت بتحسسنا بالامان جدا جدا. ده غير بقى الاسواق، يعني الاسواق احنا بالنسبه لنا مثلا في الاكل والشرب لازم نروح الاسواق عشان نشتري ونطبخ في البيت وكلام من ده. انا بالنسبه لي كمان الاسواق العامه يعني تعتبر الترفيه اليومي بتاع الحياه، يعني انا لما بروح مثلا السوق ببقى فرحان جدا، استقبال الناس لوحده اصلا وانت داخل السوق كده والبياعين وبتاع وابتسامتهم واستقبالهم، اي نعم بيبقى شويه يعني يضايقوك شويه بتاع عشان تشتري منهم، لا بس الموضوع لما بياخدوا عليك وياخدوا على شكلك وعارفينك ان انت بتيجي كل يوم،
خلاص الموضوع بيبقى ايه، كانك رايح لعيلتك بالظبط. ايوه يا ابني اديني البتاع ده، ايوه يا حبيبتي اديني البتاع ديت، ايوه بكام يعني. بتلاقي الاسعار كلها نزلت في الارض، وبقيت راجل منهم منك، وبقت الحياه طبيعيه يعني. وده من الحاجات يعني اللي الواحد كانش متخيل انه ممكن يقدر يعملها هنا يعني. انا وانا كنت جاي كنت بفكر ان انا اشتري سكينه، بحيث ان انا اخليها معايا لو حد هجم عليا وبتاع، من كتر كلام الناس ومن كتر اللي الناس بتقوله لك عن موضوع عدم الامان وموضوع ان انت اللي بتعمله ده شبه مستحيل. فكنت بفكر ان انا اشتري سكينه اخليها في جيبي يعني، بحيث ان انا ايه اللي يهجم عليها زغه على طول. بس يعني جيت لقيت هنا الناس يعني كيوت، وربنا كيوت لدرجه ان الواحد من ساعه ما بدات لغايه دلوقتي ما لقيتش حد بيتخانق في الشارع، ما لقيتش ناس ماسكه في بعض كده وخناقات من بتاعتنا بتاعت الشوارع دي، ما لقيتش حد بيتحرش بواحده في الشارع. موضوع بقى الفلوجينج في شوارع افريقيا ده حوار لوحده يعني، ان الواحد يمسك الكاميرا كده ويمشي في الشارع وما يحسش ان هو يعني مقلق، دي حاجه ما يفهمهاش غير الناس اللي بتعمل فيديوهات يعني. الموضوع ده عشان انت بتبقى شايل الكاميرا بالشيء الفلاني، لو حد خطفها منك وجرى انت بتبقى يعني خلاص مستقبلك ضاع. بالنسبه لي يعني الفكره ديت ما جاتش خطرتش في بالي اصلا في وقت من الاوقات، لاني بحس ان الناس حتى الناس اللي بتبقى مش عارفه انت بتعمل ايه بيبقى هين عليه، يخش كده يبص عليك بتعمل ايه، انت بتعمل ايه، الراجل ده بيعمل، هو ده اخرهم يا جماعه. الواحد ما بيحسش بقلق يعني، بيحس ان هي فعلا امان 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 يعني. في الثمان بلاد اللي احنا زرناهم قليل جدا لما تلاقي واحد مثلا يقول لك خلي بالك بقى في المدينه ديت، خلي بالك، لان دي حاجه بالنسبه لهم غريبه يعني. كل القرى وكل المدن الصغيره زي عندنا بالظبط بيبقى ما فيهاش اي نوع من انواع الحاجات الغريبه اللي هي سرقه وخطف وجري وكلام من ده. بس لما تروح مدينه كبيره مثلا زي نيروبي او كامبالا تلاقي الناس تقول لك خلي بالك من كاميرتك وخلي بالك، بس الواحد برضو بيفضل يصور وما بيحسش ان الناس برضو مديها اهتمام اصلا، ولا بتحس ان في حرامي ماشي وراك زي الحراميه اللي بتلاقيهم في متروحات مصر مثلا. حاجه من الحاجات كمان اللي بتخليني استغرب جدا لما بستقبل سؤال مثلا حد يقول لي والله ايه ده انت، هي افريقيا امان نسافر لها ولا انت مش شايف يعني. فالواحد من كتر ما حاسس بالامان هنا لما بستقبل الاسئله ديت بحس ان انا يعني ايه ده، هو لسه في حد بيفكر بالطريقه دي؟ زي اهل البلد كمان اللي هم كمان لما بيجوا يسمعوا ان احنا بنقول على بلادهم كده وان هم لسه مجاعات وحروب وكلام من ده بيبقوا مين بيقول كده علينا؟ انتوا بجد؟ لان الناس اصلا هنا يعني قلبهم طيب وقلبهم صافي كده، فما تحسش منهم باي سوء نيه او اي خباثه او اي نوع من انواع الحاجات ديت. ودي حاجه من الحاجات كمان اللي بتديك اكسترا فيلينج في الامان يعني. فانا في الحقيقه كمان بنصح كل حد بقى نفسه يسافر لافريقيا يلحق يسافر دلوقتي، لان افريقيا غالبا يعني كل الانظار موجهه عليها في الوقت الحالي، وناس كتير جدا يعني بتحاول ان هي تيجي هنا. فالحقوا يا جماعه سافروا عشان تشوفوا الجمال الطبيعي اللي احنا شفناه ده قبل ما تلوثوا السياحه وتسيطر عليه حياه كده فيك كتير. فالحقوا تشوفوا الطبيعه بنفسها كده من جوه، ودي حاجه هتبقى حلوه جدا ليكوا يعني. خاصه كمان ان بعد ما سافرنا هنا والناس اللي شفناهم والناس اللي بتسافر زينا يعني بتلاقي ناس لوحدها يعني سولو ترافلرز، بنات ورجاله وكابلز، وتلاقي كل انواع الناس اللي بتسافر هنا من غير اي مشاكل وشايفين ان الموضوع عادي يعني. فدي فرصه يعني ليكم يا جماعه يعني، بعد ما تسمعوا الفيديو ده حضروا شنطكم وشوفوا لكم دوله افريقيه واتكلوا عليها، مش هتندموا ابدا. وفي الاخر يعني حابب اقول لكم ان الموضوع نسبي يعني انت ممكن تلاقي في بلد الشارع ده امان والشارع ده مش امان، المدينه دي امان والمدينه دي مش امان، بيختلف من بلد لبلد. اكبر بلاد العالم ممكن تلاقي فيها اماكن ما تقدرش تمشي فيها بالليل، وافقر بلاد العالم ممكن تلاقي فيها اماكن كلها تقدر تمشي فيها بالليل. فعشان خاطر يا جماعه ما تعمموش وانسوا فكره ان افريقيا بلد مجاعات وحروب والناس بتقتل في بعض، وصفوا نيتكم وتعالوا زوروا افريقيا. احب اقول لجو حطاب لو انت عايز تشوف افريقيا اللي اقمى مما تتخيل تعال زورني، واهلا وسهلا، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم. صحيح ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتمنشنوا جو حطاب عشان يشوفوا الفيديو ده، رغم ان هو صاحبي وحبيبي وممكن ابعت له الفيديو ده في الدي ام بتاعه ونبقى يعني اعتقد انه شافه اصلا. يلا سلام يا جو.